جايز كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله انكم بخير وانتم تشوفون الفيديو حق اليوم. طبعا زي كل مره اول ما توصلني ضريبيه من شي ان افتح البوكس معاكم واوريكم القطع واعطيكم روابط القطع، وغير كذا اجيب لكم كود خصم يخصم لكم 15% من قيمه طلبكم. فهالمره كود الخصم حقي الجديد راح يطلع لكم على الشاشه. طيب سو خلينا نفتح البوكس. بدايم مرة كثير هالمرة، في أشياء بعد داخل يا جماعة. هذا ما أدري وش هذا. سو الحين بنشوف القطع. الحين راح اعلق كل القطع، جايبه انا علاقه فعشان تشوفونها بشكل اوضح. فيلا المهم زي ما تشوفون صفيت القطع. المفروض اني انا اكوي بعض القطع بس ما كويتها، لكن بحرص اني اوريكم القطع بشكل كويس وراح تشوفون كل تفاصيل القطع. المهم خلونا نبدا اول شيء بالبجايم، بعدها نبدا بالملابس والفساتين وما ادري وش. سو البجايم اخذت انا 4 بجايم من شي ان. بجايم شي ان تجنن تجنن. الوان هذه البجامة مرة عجبتني غير قماشها، قماشها مرة حلو للصيف، جاية خفيفة وباردة واسعة. هذا اهم شي عندي بجايم البيت انها تكون واسعة، ودايما انا اخذ من ناحية البجايم اخذ اكبر من مقاسي عشان تصير شوي كذا واسعة. مرة حلوة. بالنسبة للبجامة الثانية، هذه البجامة انهارت عليها. احب هذه النوعيه من البجايم من شي ان، ويمكن هذه ثالث بجامه اخذها من شي ان نوعيتها زي كذا، تجي نفس القماش بس اللهم الموديل يختلف. يعني الشكل يختلف. بس حلوه مره مره حلوه، شكلها اساسا فخم فخم باللبس. حوريكم هذه البجامه اللي انا اخذتها من شي ان. هذه تقريبا نفسها، لكن هذه قماشها جاي اخف تقريبا، يعني حتى صاير شبه شفاف، وكمها جاي قصير، جاي شوي اوسع من اللي قبل، بس انا احب السايز هذا بالبجايم انها تكون شوي كبيرة. برضو البنطلون حقها خلوني اوريكم. لما تشوفون هذا هو البنطلون حقها من نفس الموديل. البجامة هذه مرة حلوة مرة مميزة، بس انها شوي تحتاج تكوي. جاية من 4 قطع، مكونة من 4 قطع. القبعة الاولى اللي هو هذه البلوزة، طيب، والقطعة الثانية هذا البنطلون الطويل. تشوفون البلوزة تيجي معاها هذه القطعة اللي كذا تلبس فوقها، مرة حلوة وانيقة. رابع قطعة للبجامة هذه اللي هو هذا الشورت تيجي معاها، فبامكانكم انكم تلبسونها مع بنطلون طويل او شورت، ممكن تلبسون هذه البلوزة لحالها او مع هذا. فمرة حلوة انها كونها كذا، يعني متكونة من اكثر من قطعة بحيث ان انت تشوفين ايش اللي يناسبك وايش اللي ما يناسبك. حلوة مرة. الثانية، اول قطعة ابغى اوريكم اياها هذه القطعة اللي هو جاي زي الفستان، يجنن بنات انا انهارت عليه، مرة حلو. يجي كذا واسع ومن عند الخصر في زي الربطة، حلو حلو مرة 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 حلو. وحتى طوله يعني طويل، فهمتوا؟ مو باللي قصير، لا طوله مرة حلو. وحتى قماشه قماشه فخم، شوف كيف جاي مرتب من عند الأكمام من هنا، مرة حلو صدق صدق مرة حلو. أوريكم إياها هذه القطعة تجنن. طيب ما ادري كم مره قلت تجنن، لكن هذه جوي، هذه البلايز جوي كذا، تجي كبيره
والوان واشكال في منها، يعني لو بغيتي ترى الوان مختلفه مو بس يعني هذا الشكل، في اشكال مره مختلفه. بس هذه يعني تحديدا عجبتني الوانها كذا، حسيت بنفسجي ازرق اصفر كذا، تعجبني انا مره هذه الالوان. مره حلوه من شيئين، هذا يجنن ككوت مو طبيعي كيف يجنن صدق. جاي من هنا ماسك، طيب بعدين شوي كذا واسع من هنا، مرة حلو. وحابينهم اكثر شيء بالموف، بس انا قلت اغير، اخذت اللون الابيض برضو جاء مرة حلو، بس احسيت شوي من هنا واسع، اخذت السايز ميديوم وحسيت شوي من هنا واسع، قمتو من هالمنطقة، ومرة مرة حلو وشكله على اللبس احلى بكثير من كذا. يعني كذا احس مرة ظالمة لما تلبسينه، يطلع مرة مرتب مرة مرة مرتب. هذه القطعة اخذتها اكثر شيء للجامعة، جاي بنطلون بارد واسع 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 واسع، قماشة مرة حلو، حلو حتى تلبسينه كذا تحت العباية يكون مرة مريح، وقماشة خفيف خفيف خفيف، واللي جاي كذا يهفهف، فهمتوا كيف؟ مرة مرة حلو، هو أساسا جاي سايز واحد يعني، بس إنه مقاسه مرة ممتاز، يجي شوي كذا ماسك من عند الخصر ومن تحت واسع زي ما تشوفون. مع هالبنطلون حسيت إني لو آخذ بلوزة كذا شوي ماسكة بتطلع حلوة، لأنه هو جاي واسع فكذا من فوق يكون ماسك يطلع أرتب. أخذت أنا هذه البلوزة مع هذا البنطلون كذا جاية ماسكة، مرة كتكوتة. بالعادة أنا ما أطلب بناطيل من شيئين، يمكن مرة واحدة طلبت بس، لكن أنا مصدومة كيف الكواليتي حق البناطيل حقهم تطورت إلى هذه الدرجة. أذكر مرة أخذت وصار كنا زي الاسترتش، مرة ما عجبني، بس هذا رهيب رهيب رهيب، جاي من عند الخصب ماسك طيب، ومن تحت جاي مرة واسع، شوفوا كيف شكله من تحت، مرة أنيق. أنا أحب هذا النوع من البناطيل اللي تكون يعني واسعة من هنا ومن عند الخصر يجي شوي ماسك، وجاء مرتب مرة مرتب علي صراحة، مرة عجبني وما توقعت إنه بيجي كذا صراحة، صدق حلو يعني، كأني ماخذته من بيرشكا زي كذا، نفس الشيء كمان ورا مرة حلو. هذه القطعة أحس بكرفها بشكل مو طبيعي، وبتشوفوني ألبسها كثير في فيديوهاتي. زي ما تشوفون جاية زي كذا، يعني أكون مثلا لابسة لبس حتى للشتاء، للشتاء بستخدمها كثير ومرة حلوة للشتاء. بس انا احس اكثر شيء بتنفعني مع التصوير، فهمتوا؟ مره جايه انيقه، شوفوا من هنا فيها هنا جيو، مره حلو. طيب في قطع ثانيه اخذتها لكنها ما هي بملابس، فراح اوريكم الحين القطع الثانيه. أخذ مطارة من شيئاً، فخلونا نشوف مطاراتهم. الله حلوة، ألوانها تجنن، شوفوا كيف ألوانها مرة حلوة، وحجمها جاي وسط، يعني لا هي كبيرة مرة ولا هي صغيرة. بعد اتوقع عارفيني انه كل ما طلبت من شيء اطلب شراريف، فاخذت هالمرة هذا النوع، احب شراريفهم، شوفوا كيوت مرة حلوين. وبما ان الشتا جاي اخذت لي هذه البطانية، حبيت طريقة تغليفها، نفتحها ونشوف البطانية. الله
حلوة. تجنن. حلوة حلوة. أتوقع إنها داية كبيرة. تمن هنا شو كيف داية؟ مرة حلوة. وطبعا هذه كانت الأشياء اللي أنا أخذتها من شيئين. راح أترك لكم بإذن الله كل الروابط المنتجات اللي أنا اخترتها تحت بصندوق الوصف. ولا تنسوا أنكم تستخدمون كود الخصم حقي، راح ينفعكم كثير. ومع السلامة، وأشوفكم إن شاء الله بفيديوهات أكثر. باي.